خلينا نروح لمداخلة مهمة جدا 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 مع المعلق الجزائري الشهير كابتن حفيظ دراجي، واللي امبارح قال ايه؟ حط الكورة يا رياض في الجول، حط الكورة يا رياض أكتر من مرة، وفعلا حطها رياض. يا كابتن حفيظ دراجي ألف ألف مليون مبروك، وبرحب بيك طبعا في البداية على شاشة قناة الأهلي. كابتن أمير شكرا جزيلا على الاستضافة، أنا أرحب بك كذلك وأرحب بكل المشاهدين الكرام، وشكرا على الكلمات الطيبة. أنا منورنا اكيد على قناه الاهلي ومنور مصر طبعا، وكمان عايز اسالك بالتحديد، هل كنت حاسس فعلا ان رياض محرز كان هيحط الفاول ده في اخر الثواني في المباراه؟ واضح من تعليقك ان كنت عندك الاحساس الكبير في تحقيق الهدف والفوز بالنسبه للمنتخب الجزائري. صدقني بانني شفت الجول قبل ما يتنفذ، لذلك قلت احطها في الجول اولا لانه كنا سنتعب لو رحنا للوقت الاضافي، هذه واحده. ثانيا منذ صفر الحكم ذلك الخطأ كنت أتوقع بأنه سيأتي الهدف، ولما قرر رياض هو اللي سدد كنت أتخيل في أن الكرة ستدخل في نفس الزاوية التي دخلت فعلا. طبعا هو إحساس معلق وإحساس مواطن وإحساس لاعب سابق وإحساس برياض محرز على كل العبء الذي تحمله على مدى سنوات طبعا من بعض الانتقادات من المحللين في الجزائر، وبعدين منتخب بلادي وكنت حاب أنه يسجل هدف، فتقريبا سجلناه سويا، التسديده كانت من رياض والتسجيل كان من طرفي يعني. طيب هل كان بالنسبه للشارع الجزائري والمحللين الجزائريين وبالنسبه لحضرتك كمان كنت متوقع الاداء المبهر للمنتخب الجزائري على مدار البطوله، خصوصا ان قبل البطوله الترشيحات ما كانتش قويه قوي بالنسبه للمنتخب الجزائري، بس فور انطلاق البطوله واول مباراه للمنتخب الجزائري الترشيحات والناس كلها ابتدت تتوقع ان فعلا المنتخب الجزائري ممكن يوصل لابعد مدى، الشارع الجزائري والمحللين كله كان متوقع هذا الاداء والنتائج دي؟ لا، يكذب عليك من يقول لك بانه كان يتوقع هذا الامر قبل بدايه البطوله، حتى انه جمال منذ 3 أشهر قال سأتنقل إلى القاهرة من أجل المنافسة على اللقب، هو لم يقل التتويج، قال لكي أنافس. لما سئل قال لهم إذا نروح وما ننافس على اللقب ليش نروح، نفضل نبقى في الجزائر وما نروحش عشان نلعب مباريات فقط. فإلا جمال بالماضي ربما كان في قرار نفسه يعتقد ويتوقع بأنه يصل إلى هكذا دور ويلعب بهكذا الشكل، حتى من حيث اللاعب ولا واحد كان يتوقع هكذا سيناريو، سواء من الناحية الفردية أو الجماعية التكتيكية والبدنية والنفسية والذهنية، لأنها كلها عوامل تجتمع في فريق أولا وفي منتخب لكي يتألق في دوره. أعتقد بأنه صنعنا الفارق من هذا الجانب، الجانب الانضباط التكتيكي والانضباط الفردي والجماعي. تتصور بأنه ياسين إبراهيمي عنده 8 سنوات هو لاعب أساسي أو أكثر، يلعب 15 دقيقة في 6 مباريات ويكون هو أول فرحان بأهداف الكب وبانتصارات المنتخب في كل مباراة. فالروح اللي أعطاها جمال للاعبين صنعت الفارق، لذلك مثل ما انتم تقولوا المصريين بأنه منتخب جميل، فهو فعلا جميل من كل الجوانب، وأعتقد بأنه من دون مبالغة هو أكثر منتخب يستحق الفوز فعلاً في لقب البطولة هذا العام. أبرز العناصر من وجهة نظرك في صفوف المنتخب الجزائري اللي رجحت الكفة، بخلاف طبعا الروح والإصرار الكبير اللي واضح على كل اللاعبين، لكن العناصر الأسماء من وجهة نظرك اللي رجحت كفة الجزائر في البطولة هذا العام؟ أنا نرشح الروح الجماعية هي اللي صنعت الفارق، لأنه لو تحكمهم تمسكهم فرادة كل واحد قام بدوره، بولحي قام بدوره، عطال صنع الفارق، السبيني كان في المستوى، جمال بالعمري أفضل مدافع في الدوري السعودي كان في المستوى، عيسى مندي لم يرتكب تقريبا ولا خطأ، شوف وسط الميدان قديورة 35 سنة لعب بذلك الشكل، شكل فظيع، إسماعيل بن ناصر 22 سنة يلعب في الدوري الإيطالي كان مفاجأة المنتخب، قديور فيغولي لم يكن يلعب بهذا الشكل، رياض لم يكن يدافع بهذا الشكل، يوسف بليلي لم يكن يدافع بهذا الشكل، بغداد كان تقريبا غول، فصعب جدا انك تختار اي واحد فيهم، ولكن هذه الروح الجماعيه والاداء الجماعي اعتقد هو اللي يصنع الفارق، اذا فيه لاعب من المنتخب يحتاج لقب افضل لاعب فهو المنتخب كله. فعلا، طيب بالتالي مباراه السنغال هي ثاني مباراه في نفس البطولة بعد مباراة الدور الأول، ومنتخب الجزائري فاز بنتيجة 1-0 بهدف يوسف البلايلي والأحد نجوم منتخب الجزائري بالتحديد في هذه البطولة يوسف. في الحقيقة شايف مدى صعوبة المباراة النهائية والمطلوب إيه من الجهاز الفني واللاعبين للمنتخب الجزائري من وجهة نظرك؟ صعبة جدا هذه المرة، المباراة ستختلف عن مباراة الدور الأول لأنها مباراة الدور الأول لم تكن فاصلة بين المنتخبين، نعم كانت هي الثانية وفزنا عليهم، فكل واحد كان عارف بأنه سيتأهل للدورة الثانية، فالمباراة لم تكن فاصلة، تعرف بأنه المباراة النهائية تلعبها لكي تفوز بها ولا تلعبها من أجل أن تمتع أو تستمتع، فهذا هو الفرق.
اعتقد بانه الفارق سيصنع من الجانب البدني بالدرجه الاولى لانه اللاعبين تعبوا كثير في المباريات اللي لعبوها. السنغال لعبت وقت اضافي، احنا لعبنا وقت اضافي امام كوت ديفوار ارهقنا كثيرا، فالجانب البدني يصنع الفارق والصراعات الثنائيه تصنع الفارق والتركيز الكبير يصنع الفارق. واعتقد بان المنتخبان سيحترمان بعضهما البعض اكثر من اللازم، فراح تكون مباراه صعبه على المنتخبين. خلينا نقول لك بانه اللي يفوز بهذه المباراه فعلا سيستحق التتويج باللقب ان شاء الله. ان شاء الله اللي يستحق التتويج في الحقيقه طبعا المنتخب الجزائري، وكمان ان شاء الله نتمنى له كل توفيق في المباراه النهائيه. لكن خليني برضه استغل الفرصه ان حضرتك معايا ونتكلم على المنتخب المصري، وهل تفاجات بخروج المنتخب المصري مبكرا من بطوله الامم الافريقيه، خصوصا البطوله على ارضنا وسط جمهورنا؟ هل تفاجات وخصوصا بعد الاداء السيء في اول ثلاث مباريات بالنسبه لمنتخب مصر؟ لو سألتني قبل البطولة تقول لي هل تتوقع خروج مصر في دور 16 نقول لك مستحيل، ولكن مع مباريات الدور الأول كنت تقريبا أتوقع بأن منتخب مصر لن يذهب بعيد. لا أقول لن يتأهل في دور 16، ولكن كنت أتوقع بأنه لن يذهب بعيدا، خاصة وأنه لعب ثلاث مباريات ولم يقدر على رفع رتمه ولم يقدر أن يتميز من مباراة إلى 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 أخرى. فكنت حاسس بأنه منتخب مصر ما راح يكون في مستوى آمال وتطلعات الجماهير المصرية. أي نعم كانت عنده ضغوطات جماهيرية وإعلامية، ولكن اللاعبين متعودين على الضغوطات، وبالتالي كان سيء كما قلت، أو خليني نقول لم يكن في مستوى التطلعات ولم يكن حتى في مستوى قدراته سواء الفردية أو الجماعية، كان أمر مخيب جدا بالنسبة للمصريين ولنا كذلك، لأنه أفقد البطولة نكهتها وأفقدها جماهيريتها، لأنه لو كان حاضر المنتخب المصري كانت تكون البطولة أكبر وأكثر جماهيرية واهتمام، ولو أن المصريين لم يقل اهتمامهم بالبطولة بشكل كبير منذ خروج المنتخب. أكيد، وفي مساندة قوية كانت سواء للمنتخب التونسي أو للمنتخب الجزائري. لكن هل من وجهة نظرك شايف سبب معين اللي خلى المنتخب المصري يخرج مبكرا كده؟ مسؤولية جماعية، اللاعبين عندهم جزء من المسؤولية، ولكن المسؤولية الكبرى يتحملها المدرب ويتحملها ربما من اختار المدرب، لأن يعني أنا دائما أقول لهم بأن مصر عندها خصوصياتها، سواء مصر البلد أو مصر الشعب أو مصر الكرة أو مصر المنتخب، عندها خصوصياتها لا يقدر على تدريب منتخبها والوصول إلى نتائج أفضل إلا من يقدر على التجاوب والتناغم ومعرفة خصوصيات كل هذه العوامل التي ذكرتها. وأعتقد بأن عقيري لحد الآن بعد سنة لم يفهم شيئا من عن الواقع المصري وواقع الكرة المصرية وواقع الإعلام والجماهير المصرية واللاعب المصري. طيب، بخلاف بطولة الأمم الأفريقية النهاردة حضرتك كنت متواجد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، أول مرة تزور النادي الأهلي، ولو أول مرة انطباعك إيه عن النادي لما دخلت النهاردة المقر؟ أول مرة ولن تكون آخر مرة. أكيد، مرحب بك. دخلت بيتي، صدقني وكأنني دخلت بيتي. الحفاوة التي وجدتها سواء من رئيس النادي المحترم أو من أعضاء مجلس الإدارة كانت قمة في الأخلاق وفي التربية وفي المودة وفي الاحترام. أنا وقفت أمام كيان فعلا كنت أقرأ عنه وأسمع عنه، ولكن لما قدمت لي الشرحات وسمعت الإخوة والأخوات الموجودين في إدارة النادي عرفت حجم مصر وحجم كذلك النادي الأهلي. قلت لهم هذا تقريبا دولة، يعني مؤسسة، وكان أحيانا نقول مؤسسة ونقول عليه نادي، هو ليس مجرد نادي أو مؤسسة، هو أكبر بكثير. سعيد جدا بزيارتي وأخذت صور جميلة وفيديوهات كذلك، وتصورت كذلك مع الكثير من أعضاء النادي ومن المنخرطين كذلك. فأنا كنت سعيد، قضيت حوالي 3 ساعات من أجمل الساعات اللي قضيتها. طبعا تنور دايما النادي الاهلي وتنور دايما مصر، بس عايز اختم معاك برايك في تنظيم مصر لبطوله الامم الافريقيه، وخصوصا ان حضرتك كنت متواجد في العديد من المحافل العالميه وبطولات العالميه، شايف الجانب التنظيمي ازاي؟ انا قلت لهم من حسن حظ الكاف والكاس امم افريقيا ان اول بطوله ب 24 منتخب نظمت في مصر، من حسن حظ الكاف ومن سوء حظ من سياتي بعد مصر، لانه الماموريه ستكون صعبه على اي بلد بامكانه ان ينظم بطوله ب 24 منتخب لأول مرة. الأمر يقتضي 6 ملاعب ومدارس ملاعب للتدريب وفنادق كثيرة جدا. هذه الملافق طبعا موجودة في مصر، ومصر عندها ثقافة التنظيم وعندها من خلال تنظيمها لكثير من الأحداث ليس فقط الرياضية بل غيرها. أعتقد بأنه من دون خطأ، لأنه لأول مرة ربما لم نسمع عن مشاركين سواء كانوا لاعبين أو حكام أو مناصرين، لم نسمع عن متاعب أو مشاكل. فعلا انا لست متفاجئ يعني، ولا اطرح مثل هكذا اسئله بالنسبه الي. نجاح مصر في تنظيمها البطوله وتحسين حظ.
يا كابتن حفيظ دراجي، انا بشكرك شكرا جزيلا وببارك لك مره ثانيه على تاهل المنتخب الجزائري وكل المسانده والدعم من كل الشعب المصري للمنتخب الجزائري ان شاء الله في المباراه النهائيه امام السنغال، وباذن الله تتوجوا باللقب والفرحه تكون عارمه بالنسبه لكل العرب وبالتحديد للشعب الجزائري. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طبعا كان معانا